أمي مين يلي اتصل؟ أمي عم بسألك مين يلي اتصل فينا؟ كأنه غلطانين بالرقم. بما أنه كانوا غلطانين بالرقم، ليش شكلك مرعوبة؟ بقصد مازن، ما بعرف مين اللي اتصل، بس كان شيء كتير غريب. حسيت إني ما كنت عم بحكي مع إنسان عادي مثلنا. تقول كان شبح مو بشر. شو نوع هالعالم اللي عايشة بهالبلد؟ أنا صرت هلأ بخاف حتى أرفع السماعة ورد على التليفون. شوفي ستي، شو صاير؟ شوفي ستي، بابا شو بها زعلانة؟ شو صاير؟ ولا شي بنتي. الحقيقة ستك يلي بتخوف الكل هي يلي خافت. معقول؟ وبسبب رقم غلط. جربنا أرقام كتير عالم بس ما حدا عم بيرد على اتصالنا. شخص واحد رد وما حكى ولا كلمة. ماني عرفانة شو لازم نعمل. شو رح يصير؟ شو رح نعمل كلنا؟ الظاهر انه كل شيء عم ينتهي وكأنه الابواب مسكرة. لا، نحن ما لازم نقبل الهزيمة. نحن انظلمنا كتير ورح نحارب هالشي على الأكيد. بورفي شو عم تعملي؟ شو بدك تعملي؟ انتي بس تفرجي، الوراق خلقوا للعبة الورق، فخلينا نلعبها. أنا بعرف كتير منيح كيف دافع عن حقوقنا. وينك يا لعبة؟ إذا عم بتزبطي مكياجك بترجاكي لا تعملي هيك. نحنا كلياتنا جاهزين عم نستناكي. أوفي! لا عادي بنتي، خدي وقتك، خدي وقتك، رح أتأكد من الرسائل. لا بابا، لا أنا جاهزة. لحظة يا بنتي، استني. هلأ وقت بنتي. الحفلة بابا، وقت الحفلة. بترجاك ما في شغل هلأ. يلا. أنا نسيت ألبس ساعتي. رح ألبسها وإجي. أستاذ، لحد اليوم أنا تعودت فكر إنه الناس بيحبوا دائماً إنه يوفوا بوعودهم، بس أنا شفت العكس اليوم. من بعد ما أخذت التأكيد منك حسيت إنه ما رح تتخلى عن خدمات أي موظف منا، بس قرارات الفصل لساتها عم توصل لبعض الناس بشركتك وعم ينفصلوا فوراً. أنا ما بعرف السبب وراء هذا الموضوع، بس إذا بتظلمنا نحن رح نضطر إنه نعمل إضراب تحت هذا الضغط، وطول ما القصة هيك رح نضل ندافع عن حقنا. كمان رح نحاول نتأكد من إنك ما رح تاخد شهادة عدم الممانعة. أستاذ، أنت لازم تكون بتعرف بالخسائر اللي ممكن الشركة تعاني منها إذا وقفنا ضدك. بترجاك لا تعتبر هذا الشيء تهديد منا، هذا مجرد رد على قرارات الفصل. شكراً. بابا هيك رح نتأخر على الحفلة. يلا والله شركتكم غريبة كتير. يعني واحد من الشركة بيقول إنه الناس لازم ينفصلوا، وشريك تاني بيقول إن الناس ما بيصير ينفصلوا. طيب إذا ما في تفاهم بين الشركة كيف بده يمشي الشغل؟ مزبوط أمي، أنا كمان هيك حاسة. كل واحد بيقول شيء مختلف عن التاني، بظن هي مؤامرة متفقين عليها. مزبوط، يمكن مؤامرة. إيه بس الآن سيبورفي ما عم تصدق هالشي، حاسة إنه الشخص اللي حاكته شخص كتير لطيف ورجال نبيل كمان وصاحب كلمة. بس خليني قلك بورفي إنه هالشي ما رح يكون في منه أي فايدة، ولا تتأملي. أنا حاسة إنه الفاكس اللي بعتيه وقع من جهاز الفاكس وراح فوراً على سلة الزبالة. هن بيشوفوا بس مصلحتهم ولا أي شيء تاني. ماما ليش أفكارك كتير سلبية؟ أنا حاسة إنه الرسالة تبعي رح تجيب نتيجة كتير منيحة. أنت ما بتوثقي ببنتك؟ إيه طبعاً بوثق فيكي، بس هن ما بوثق فيهم أبداً. لكي أمي، أنا بعرف قديشهم أذكياء وبيفكروا صح، بس طبعاً
اللي بعرفه منيح انه هنن اذا بدهم الشركه تبعهم انها تزدهر لازم يسمعوا كلامي ويردوا علي. بوربي انت حاسه هيك؟ بس القصه مو هيك، هنن يمكن يتاثروا شوي بالاضراب تبعنا، ايه بس هالشي ما رح يعمل اي فرق، وكمان يمكن بدهم شهاده عدم الممانعه، شو رح نستفاد من هالاضراب؟ ماما انت مزعوجه كثير لانك اذا خسرتي شغلك كل المسؤوليات بالبيت رح توقع علي انا لحالي. ليكي اذا كنتي مزعوجه لهالسبب فانا عم قلك ما في داعي انك تخافي، لانه انتي علمتي بنتك قديش فيها تتحمل المسؤوليات وتصرف على البيت اللي هي تربت فيه. ولهيك خليكي هاديه وما في داعي تنزعجي، لانه ما في حدا بيقدر يسرق شغلك منك. اسمعي خليني اوضح لك، هدول الجماعه اشتروا شركه عم تحمل خسائر بس ما بيعرفوا التفاصيل تبع الشركه وما بيعرفوا مكانها بالسوق وبالبلد هلا او حتى عن وضعها الداخلي، وهلا مشان يحموا الشركه من الخسائر رح يضطروا ياخذوا المساعده من الموظفين، واذا الموظفين قرروا يعملوا اضراب عليهم ما رح يقدروا يسووا شيء. لحظه بوربي قولي لي شغله، الموظفين اللي لساتهم بشغلهم ليش بدهم يعملوا اضراب ضد الشركه؟ ما هن مضطرين يعملوا هيك شيء. انت ما تحملي هم هالموضوع هاد، لانه انا رح خليهم يفهموا الخطه ماشي. طيب اسمعي، انا كمان بتمنى انه شغلك ما يتاثر بشيء، لانه اذا خسرتي شغلك كل المسؤوليات رح تصير فوق راسي، وكمان بدي وقت لحالي لحتى اقدر اقضي وقت منيح مع امي وستي الحلوين اللي بجننوا. الو شو؟ لحظة، لما طلعت من هنيك انا تأكدت من كل المسائل القانونية فيهم، كيف هالشي بيصير؟ طيب كنت خبرني قبل. لك شو هالمصيبة؟ ماشي ماشي. طيب ليك اللي قالك حجز لي بالرحلة الجاية، ايه رح اجي. شو؟ لوين رايح؟ عن نيويورك، بابا في كان مشكلة قانونية صايرة بشركتنا لهيك لازم كون هنيك. شو؟ كيف بدك تروح هيك؟ يعني قصدي الصفقة تبع شركتنا الهندية تمت وفي حفلة مشان هاي الشغلة و... بابا فينا نحتفل بالنجاح، بس منحتفل بالنجاح الكامل، نركز على النجاح يلي لسه ما أخذنا لهلأ. أرجو أنت كمان شريك بهي الشركة. بعرف بابا، بس هذا الاتفاق مهم أكثر بكتير من الحفلة، وبعدين عمي مازن هنيك واثق رح يزبط الموضوع. يعني عمي مازن هو بده يقويني بالسوق، هو قال لي أني أخذ موهبتي وسمعتي بالسوق معي. يا بابا اسمي وسمعتي بالسوق هو كل شي بملكه أنا. يلا بابا أنت حاول تحط وجهة نظر قدام عيون عمي ومتأكد أنه رح يدعمني. أنا عن جد متأخر لازم روح فورا هلأ. يلا بشوفك بعدين. أستاذ لازم أحكي معك بشغلة. أرجون معك صح؟ إيه بس رايح على نيويورك. نيويورك؟ طيب لكن نحن رح نعمل شغلة أنا وياك، نلتقي ومنحكي. كل شي تمام مازن؟ إيه كل شي تمام. رح أجي وأشرح لك كل شي. ماشي. بابا شو صاير؟ هلأ حكيت مع المدير ديكي، قال إنه لسه ما حدا وصل لهنيك. شو رح نروح نعمل؟ رح نروح كلنا سوا بعد شوي، أنا رح روح وأرجع فورا، رح خلص الشغل وإجي بعدين منروح سوا. إيه؟ بس مزاجي رح يتغير لوقتها ورح ملو أنا ناطرة. ليكي يا حلوة كيف بدك تملي وحضرتي معك؟ على كل حال بابا معه حق، يعني إذا رحنا بكير أكيد رح نتبهدل، نحنا شغلة كبيرة، إذا رحنا على الحفلة متأخرين منرفع من قيمتنا، صح بابا؟ إيه تماما، أنا رايح وبرجع بعد شوي. ماشي، انتبهوا على حالكم. باي. إيه؟ كنت متأكد من هالشي، لو أنه من الأول ما سمحنا له يوقع ما كان صار هيك، وما كان اضطر حدا من الموظفين يتعرض لقرار الفصل وما كنا ظلمناهم. مزبوط أستاذ، بس أنا ما حسيت أنه شي صح أنه نوقف أرجو، يعني بهداك اليوم ما كنا منعرف أنه هالقصة رح تصير معقدة. بس أستاذ يلي صار صار هلأ، بس نحن لازم نشرح له لأرجون عن هاي الأخطاء الصغيرة. لازم نشرح له، وبنفس الوقت لازم كمان نوضح هالشي للموظفين كلهم تا
بتعرف مين بعت لك الفاكس؟ لازم نعرف مشان نأكد إنه الشركة ما حتفصل حدا. أستاذ أنا سبق وأكدت لهم هذا الموضوع، ومع هيك هنن إجاهم قرارات الفصل. لهيك بصراحة هنن ما عاد حسوا بالأمان. ماني عم بفهم على هالشاب، ماني فهمان أسلوب شغله أبدا. شو بده تحديدا؟ أستاذ أنت ليش مزعوج؟ هو دمه حامي وشاب صغير وعم يتعلم الشغل. هلا أول ما يرجع من السفر أنا رح أشرح له كل شيء. بالوقت الحاضر أنا لازم روح على الهند. أنت بدك تروح على الهند؟ إيه أستاذ، حتى لو يوم واحد بس لازم روح لهنيك. أستاذ أنا خايف على الناس اللي عم يستلموا رسائل الفصل، وما بدي أي موظف إنه ينظلم أو يصيبوا شي بشركاتنا كلهم. يمكن ما منعرف، بس هدول اللي عم يستلموا قرارات الفصل بيجوز يكونوا ناس منتجين. مشان هيك برأيي روح شخصياً وأحكي مع الموظفين وبحكم على قدراتهم بالشغل، وبعد هيك أنا بحكي مع أرجو. مازن أنت متأكد؟ أستاذ أنا بعرف شو يلي أنت عم تفكر فيه، بس مثل ما قلت لك أنا رايح لهنيك مشان الشغل وبس، وهذا كله ليوم واحد. وعلى كل حال مستحيل إنه الواحد ينسى انفصال 18 سنة بيوم. وين راحت؟ معقول بالحمام؟ بوني؟ بوني؟ غريب، شو؟ مانا هون؟ شو هربت البنت من البيت؟ راحت هالبنت، وين بدي ادور هلا؟ ليش ما عم تفهم ليش؟ وين رحتي بوني؟ أبوكي منعك تطلعي من البيت وما سمعتي كلمته ورحتي. أنا ما ضل مكانه إلا دورت عليكي فيه. قليلي يلا قليلي وين رحتي بنتي؟ ماما كنت بالبيت عم أتحمم. يا ربي دخيلك، بعد كل شي صار معنا ولسه ما بطلتي عادة الكذب؟ رحت على الحمام تبعك وتأكدت بس ما لقيتك. إيه أمي كنت بالحمام التاني لأنه الدوش عندي مو شغال. ماما صدقيني أنا عم قلك الحقيقة وحياتك عندي. أمي أنا بعرف أني عملت غلط، بس أنا ما عملت هالشي بقصدي. بعرف ما في فايدة من الحكي بقى، بعرف أني غلطت ولازم أتعاقب على هالشي. إذا عملت غلطة بعرف كيف كفر عن هالشي، ومن اليوم ما عاد رح أعمل إلا اللي أنتوا بتطلبوا مني. و ما في شي مطبوخ بالبيت، مشان هيك أنا طبخت. أنتي كلي إيه؟ بوني؟ إيه؟ أنتي أكلتي؟ أنا مو جوعانة ماما، وأنا ماني سيئة لدرجة أني ما خلي حدا بالبيت يأكل شي بسببي، باكل لحالي. لا بنتي، تعي تعي كلي. تفضلي كلي أول. آه
بنتي شو صار لك؟ برافو. وهي اجا مازن، يلا نروح على حفلة. اوفي، هالبنت عندها استعداد تفتح محل تجميل حتى لو عندها شوية وقت. اوفي اوف يا لا تعيطوا، ليكني انا جاهزة. ايه عن جد شكرا. تعرفي انك ريحتينا من العياط والنطرة؟ بابا نمشي؟ تيجو، ما رح نروح على الحفلة. ليش؟ لأنه الحفلة التغت. لك أيوة، الصفقة الهندية شكلها التغت. الصفقة لساتها موجودة، بس في مشكلة لاحظناها مع الموظفين، لهيك تأجلت الحفلة يومين. أنا رايحة مشان مو معقول. أرجون ماله هون، هو سافر يومين. ألبرت، ضبلي غراضي. بابا لوين رايح؟ على لندن؟ بابا أنا بدي روح معك، لأن تشكيلة الشتوي نزلت. لا بنتي، أنا مالي رايح على لندن. لكن لوين رايح؟ أنا رايح على الهند. أنا كمان بدي روح، بدي روح على الهند، بدي روح معك. بابا إذا بتريد خدني معك، إذا بتريد خدني. حبيبتي أنا ما فيني أخذ حدا معي. ليش؟ يا بنتي أول شيء أنا رايح مشان الشغل. شو؟ وغير هيك أنا رح روح ليوم واحد وبس. مازن رايح على الهند وبشكل اضطراري. أكيد في شيء مشكلة، أكيد. من جهة في اتصال من جانا، ومن جهة تانية زيارته على الهند. أكيد في رابط بين هالشغلتين. أنت عن جد رايح على الهند؟ إيه. أنت مجنون ولا شو؟ ما رح خليك تروح لهنيك. ماما هذا شغل، أنا لازم روح. بطل تقول شغل شغل شغل، خلي حدا تاني يروح بدالك. مستحيل يا ماما. قلي بس شغلة، أنت ليش بدك تشتغل بالهند بالذات وشو السبب؟ أمي أنا ما عملت الصفقة، أرجون عملها. إذا أرجون عملها، لكن خليه هو يروح لهنيك. هو بيرد عليك شو ما قلت. الشاب بيشتغل معك من زمان يا ابني، اسمع كلامي. ماما هذا الشيء مستحيل. شوفي لقلك، في شغلات بالشغل انت ما بتعرفيها. ماشي، يعني انت بدك تروح على الهند بكل بساطة. ايه يلا روح على الهند بسرعة، والماضي اللي انت نسيته رح تتذكره بس تصير هنيك. وجانا طول هالسنين ما حست بالمسؤولية انه تجي وتشوف بناتها وتسأل وتطمن عليهم كمان. مين بتكون جانا؟ جانا نفسها يلي كل هالسنين ما راحت من بالك ولا لحظة، وبعدها شاغلة تفكيرك. عن مين انت عم تحكي؟ انا ما بعرف حدا بهذا الاسم. ماما انت ما بتوثقي بابنك؟ بعدين ليش لحتى ارجع لماضي نسيته وراح؟ طيب انا بوعدك وعد انه ما ارجع للماضي او حتى افكر فيه. انا رح خلص شغلي بسرعه وارجع لهون. وهلا فيني اروح؟ بس في عندي شرط. شو الشرط؟ بعد ما تروح على الهند بدي اياك تشوف فاندولا ومره. انا قلت لها اكثر من مره تجي لعنا وتقعد فتره بس ما عم ترد علي. بس تروح على الهند بدي اياك تشوفها وتطمن عليها. ماشي؟ انا حابب شوفها لفاندو، بس يمكن ما اقدر شوفها بنو بسبب شغلي. طيب انتي روقي، رح اتصل بفاندو ورح خليها هي تجي لعندي على المكتب، وانا رح طمنك عليها اذا هي منيحة. مبسوطة هيك؟ إنها معضلة غريبة، شروق الشمس جاء مع رسالة.
شروق الشمس جاء مع رسالة، إنه يقول شيئاً مع انحداره، أن مساءك سعيد، هذا ما يقوله الصباح، إنها معضلة غريبة. أنا محاط بوحدتي، هناك بعض الذكريات عنك، وبعض كلامك أيضاً، أنت أيضاً وحيدة، لكن هل لديك بعض ذكرياتي؟ بنتي شو في جانو؟ ما قدرت تنامي؟ تتذكري جانو؟ وقت كنتي صغيرة وما تقدري تنامي كنتي تجي لعندي هيك ودغري تحطي راسك على حضني وتقولي هلأ ارتحت وراح همي وهلأ صار فيني نام. متذكرة؟ ما تغير شي لهلأ، لا أنا ولا أنتي ولا شي تغير فينا. صحيح، نحن ما تغيرنا، بعدك بتحبيني مثل لما كنت صغيرة ويمكن أكتر. معك حق، وقت نام على حضنك بيروح كل همي وبنسى الخوف اللي جواتي، بس أنا ما بعرف، حاسة رح يصير شي، حاسة إنه في شي غريب رح يصير. ليش هيك عم تحكي جانو؟ قليلي. أمي ما بعرف ليش هيك حاسة، بس في شي قلقني، في شي حاسة إنه في شي مو منيح بده يصير، يمكن يصير شي غلط أو ألو؟ إيه أستاذ؟ شو؟ الملكين الجداد لشركتنا جايين بكرة؟ طيب أستاذ رح أوصل على الوقت، تصبح على خير. ماما اتصلوا فيني من الشركة وخبروني بكرة جايين أصحاب الشركة الجداد، شفتوا الرسالة اللي بعتها جابت نتيجة صح؟ أنا كنت حاسة إنه رح يصير شي معنا، بس إن شاء الله يكون هالشي منيح، ماني مستعدة أبداً للصدمات. إن شاء الله جانو كل شي رح يصير تمام، وأنا رح أطلب وادعي من الله انه يحمي شغلنا وكل شيء بحياتنا يكون كله تمام، وان شاء الله رح يتقبل كل دعواتي. هلأ حسيت بريحة الهواء الطيبة تبع بلدي. أنا أجيت لهون بعد سنين، بس حاسس وكأني ما رحت من هون أبداً. لو سمحت سيد مازن تشمخ؟ إيه أستاذ تفضل، أنا أجيت مشان أخده. كل شي تغير بالحياة ب18 سنة، بس هاي البلد ما تغيرت، لساتها مثل ما هي، ناسها وعاداتها وطبيعتها الحلوة. بداية نجاحي كانت من هذا البلد، مشان هيك أنا ما بنساها وبتعني لي كتير لحد هذا اليوم. عمو أنا ما أكلت من يومين، أعطيني مصاري أشتري لأني جوعان كتير. شكراً.
بورفي، قومي لساتك نايمة؟ اليوم كمان تأخرنا على الشغل بسببك. بورفي بورفي شو عم تعملي؟ يلا قومي، يلا بنتي قومي، هلأ بيكون المدير رح يوصل لك. يلا قومي بقى خلصيني. أمي كله منك، ليش ما فقتي أبكر؟ تأخرت بسببك عالشغل. عن جد؟ صار لي 10 دقايق عم فيقك وما عم تصحي معي. اسمعي أنا طالعة عالدار، أنت روحي عالمكتب وأنا بلاقي لك لهنيك. لا ماشي. يا ربي جاي المدير الجديد وأكيد بدي اتبهدل اليوم. رجعت على الهند بعد سنين طويلة، عندي صفقة كبيرة بدي خلصها. ليش ما بروح على دار أشتا فيناباك وبقعد هنيك شوي؟ لو سمحت أنت بتعرف الطريق على دار أشتا فيناباك؟ إيه أستاذ بعرفه. خدني لهنيك بالأول. حاضر. خير؟ شو القصة؟ أستاذ في مشكلة بالمحرك. قديش رح ياخد وقت لحتى يتصلح؟ أستاذ لا تاكل هم، رح وقف لك سيارة فورا. لا ما في داعي، لا توقف لي سيارة، خلص أنا رح روح بالقطار. أستاذ بدك تروح بالقطار؟ إيه، أنت لا تقلق، من زمان كنت سافر بالقطارات. هلأ شوف وضع السيارة وأول ما تتصلح دقلي، وين ما كنت بخبرك مشان تجي. ماشي، مثل ما بدك. ستي هذا مو عادل، ليش ما فيني روح على الهند؟ ليكو بابا راح. بس ابوكي راح مشان الشغل وراح يضل بالهند يوم واحد مو اكثر من هيك، فهمتي؟ ايه ستي بس هو راح، بابا بيقدر يروح، معناها وانا كمان لا. رح روح. انت ما رح تروحي لهنيك ابدا. طيب ليش؟ قولي لي. لا بقى تسالي، اذا انت كثير حابه تروحي لهنيك بس يرجع مازن اسالي اذا بيخليكي، وقتها فيكي تروحي، وخلص لا بقى تجادليني. انا بعرف شو السبب. شو بتعرفي؟ قولي شو بتعرفي. السبب اللي مشانه ما عم تخلوني روح على الهند. شو؟ انتو كلكم خايفين وما بدكم يعني شوفها لهديك المره. ستي الهند بلد كبيره كثير، مفكره اني رح روح على الهند وهديك المره رح تطلع بوشي؟ عن جد يا ربي انا صار لي سنين طويله ما شفتها، حتى اذا طلعت بوشي بالغلط اثنيناتنا ما رح نعرف بعض. هالشي مستحيل. على كل حال ما بيهمني شوفها لهديك المره، بدي شوف الهند. انا بدي احس فيها، بدي شوف الهند الحقيقيه، بدي شوف الناس هنيك والاكل والقطارات الطويله والباصات والخناقات تبع الناس. ستي بترجاكي خليني روح لهنيك، بترجاكي. خلي ابوكي يرجع لهون مشان تاخدي اذنه بالاول وبعدين بتروحي. ماشي ستي بترجاكي. ستي. لا ما شفت لعي. يا الله ليش واقف في نص الطريق؟ ما في شيء أخي، بس لازم روح. إذا كان لازم تروح روح، ليش لك كان واقف هيك؟ معقول ما بتعتذر بعد ما خبطتني؟ آسف آسف.
صار لزمان حياتي ما مشيت بنفس السرعة مثل هلأ. هالزحمة وهالخناقات والعالم كانت جزء ما بتجزأ أبداً من حياتي، بس اليوم هالشغلات كلها صارت من الماضي تبعي، وأنا كمان مشيت كتير لقدام. لسه في وقت ليجي القطار، رح أتصل بفاندو. ألو؟ ألو؟ أيوة مين؟ فاندو؟ أنا مازن أخوكي. ليلي شو أخبارك؟ أنا كتير منيحة. أنت وينك؟ أنا سافرت برات المدينة مشان عرس رفيقة موني. اللي في شي مهم يعني؟ لا أبداً لا ما في شي، أنا دقيت لك بس مشان أطمن عليكي. ليلي كيف دراسة موني هلأ؟ هي عم تدرس كتير منيح. طيب ماشي، انتبهي على حالك. ماشي أخي. ماشي، بحكي بعدين معك. تيجو، أنا عم جهز حالي للنوم مثل العادة، بس أنت ما بتفكري بهذا الشيء، معروفة.
مزبوط، معك حق. تعرفي شو؟ كل ما حاول إنه نام بالتخت بلش أتخيل إني بالهند. أنا عم أحلم بالهند وعم بتخيل حالي عم بتخانق مع العالم، وكمان عم باكل على زاوية الطريق. تيجو، أنت عن جد مجنونة؟ بهالعمر البنات الصغار بيحلموا بالشباب، أو مثلاً يعني بشي حبيب، قصدي بالرومانس بكل هالشغلات، بس أنت عم تحلمي بالهند مجنونة؟ أنت شو مشكلتك؟ وفي أمي، تعرفي شو؟ ستي مبارح حكت لي كل شي عن الهند وقالت لي عن كل الأماكن اللي فينا نتمشى فيها، بس روح على الهند بدي جرب كل شي. ليكي أوفي، أنا عم بحكي معك بموضوع مهم وأنتي ما بعرف وين مخك. أكيد هلأ عم بتفكري بأرجون، ما هي؟ لا، ما عم فكر بأرجون، أنا كنت عم فكر ببابا تيجو. ليش؟ هلأ هو راح على الهند. وإذا؟ طيب معقول إنه يشوفها لهديك المرة هنيك؟ هو ما في حدا معه مشان يدير باله عليه. أنا كتير مزعوجة وخايفة. لا تخافي عليه، هالصدف ما بتصير إلا بأفلام السينما الخيالية، بالحقيقة ما بيصير هيك شي. ومومباي مدينة كبيرة، وأنا ما بظن إنه بابا وهديك المرة ممكن إنهم يلتقوا بالصدفة، وكمان ممكن ما يكونوا بنفس المدينة أساساً، وكمان هي بجوز ما تكون عايشة لهلأ. وعلى كل حال، ستي اتصلت ببابا، راح يوم واحد، بابا رح يرجع بسرعة، مشان هيك لا تفكري بشغلات مو منيحة. أهلا وسهلا فيك بالمكتب أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ. شكرا. تفضل. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير أستاذ. صباح الخير أستاذ. صباح الخير. أهلا. صباح الخير أستاذ. تفضل. هذا المدير الجديد شكله منيح مو هيك؟ هدول الناس شكلهم الخارجي ما بيكون حقيقي، ما رح نعرف حقيقته لحتى نبلش نشتغل معه. تفضل. تفضل معي لجوا. شرف. أستاذ هذا هو مكتبنا. تفضل. بدي منكم شغلة هلأ. تفضل. الموظفين يلي استلموا قرارات الفصل بعت لي اياهم على مكتبي، حابب أحكي معهم شخصيا. أكيد. فوراً أستاذ. لو سمحت. شرف. تفضل. شكراً. اسمعوني كلكم، كل الأشخاص يلي استلموا مبارح قرارات الفصل تبعهم من هون، صاحب شركتنا الجديد بده يحكي معكم بالموضوع شخصياً. أنا هلأ رح أقول الأسماء كلها، فيكن تروحوا لعنده واحد واحد وتقابلوه، مين بيعرف يمكن كل مشاكلكن تنحل. السيد نيليش بانشال. بعد إذنك شو صار؟ إيه المدير كتير منيح، هو ألغى قرار الفصل تبعي عن جد. السيد ديباك. إلي شو صار معك؟ هذا المدير رائع، رجعني على شغلي. المدام جانا ديشموخ. أنا بفوت لحالي، خليكي هون. تفضلي. أستاذ المدام كتير شاطرة بالشغل و... بصراحة أنا ما بعرف رأيك فيني أو حتى شو رأيك بشركتي كلها. بس حابب إني أقول لك شغلة مهمة، أنا شخص كتير بيحترم الناس يلي بيشتغلوا بشركتنا،
أول شيء أنا بعتذر منك كتير يا مدام مشان قرار الفصل يلي وصلك من عنا مؤخرا، لأنه هذا الشيء كان بسبب بعض الفوضى وسوء التواصل. شو ما كان يلي عملتي لها الشركة لليوم نحن منقدره كتير، وبتمنى أنك تثقي فيني كونه نحن ما رح نسمح أنه تنظلمه بشركتنا، لا هلأ ولا حتى بأي وقت تاني. بالمناسبة أنت شو اسمك؟ جانا. جانا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.